للتعليق على الأوضاع في الموصل واستمرار الجثث تحت الأنقاض بعد 3 سنوات من انتهاء العمليات العسكرية على المدينة، ينضم إلينا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا عبر الهاتف من فيينا. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. المئات من الجثث ما زالت تحت الأنقاض في الموصل بعد أكثر من 3 سنوات من انتهاء العمليات العسكرية، ما الأسباب التي جعلت الحكومة برأيك تتقاعس عن إزالة الجثث ودفنها بالشكل الذي يليق بحرمة الإنسان وحرمة الموت؟ في البداية تحياتي للجميع، وخاصة تحية لأهل الموصل الأعزاء الكرام. حقيقة ما يحدث بالموصل وما تتعمد به الحكومة العراقية وبتوجيهات، أتوقع بتوجيهات أعداء للشعب العراقي من جهة أخرى، وهي الأعداء من الطرف الأجنبي الذي يتدخل في شؤون العراق وبصيغة مباشرة، هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة العراقية بعدم مساعدة المواطنين ودفع لهم المبالغ التعويضات لبناء الموصل، لبناء المنطقة الساحل الأيمن من الموصل اللي هي أكثر دمارا في الموصل. لحد هذه اللحظة الناس تشتكي بعدم وصول التعويضات، وحتى إذا وصلت هذه التعويضات تعويضات بسيطة، لا يعني لا يتمكن المواطن من بناء غرفة واحدة في المنزل حتى يسكن فيه. بالإضافة إلى هذه الحكومة، هذه مشكلة، هذه ليست مشكلة المواطن، هاي مشكلة الحكومة من إخلاء المنطقة من الأنقاض الموجودة، دفن الموتى الموجودين لحد الآن، الرائحة والعفونة بزمن هذا المطر وبالحالة المناخ السيء بالوقت الحاضر. مع الأسف الحكومة العراقية، أنا أتوقع وأتصور الحكومة العراقية متقصدة بهذا العمل، لأني لا أعلم شو الغاية من عندها. نعم، كيف يصنف هذا التقاعس في حدود المواثيق والأعراف الدولية؟ الدول العالم كلها تسمع وترى، وهذه مناشدة من الشعب من المصالوة الموجودين في الموصل. حقيقة أنا عندي علاقة بكثير من أصدقائي من الموصل. العفو، تسمعني لو ما نعم أسمعك أستاذ، تفضل. مناشدة من الشعب الموصل يناشد المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية، المنظمات الدولية، وحتى الحكومة العراقية أن تنتبه بما يحدث من هذه المجزرة المتعمدة في أهالي الموصل. حقيقة الموصل لا تستحق هذا، الموصل هي جزء من العراق العزيز، وإحنا نعلم أهل الموصل هي طبقة مثقفة، طبقة واعية، طبقة متحضرة من الشعب العراقي. هل معقول هذا الشعب نتركها على حدة ونخلي هذه المجاميع الإرهابية تعمل وتعبث بهذا؟ هناك من يرى طبعا ويتطابق معك في الرأي أن الإبقاء على الجثث تحت الأنقاض وما تسببه من أضرار للأحياء، الهدف منه دفع من تبقى من سكان الموصل لمغادرتها. نعم، يعني نعم. نتحدث عن ما وراء هذا الهدف، يعني لماذا يراد لأهل الموصل أن يغادروا مدينتهم ولا يعودوا إليها مرة أخرى؟ موقع الموصل حضاريا، موقعها لها تاريخ حضاري وتاريخ عميق موجود في هذه المنطقة. حدود الموصل يحدها كذا دولة موجودة في المنطقة، تحت تركيا وتحت وفي المناطق الشمالية وتحت المناطق السورية. هذه المناطق مهمة جدا، لأنه إخلاء المنطقة من سكانها الأصليين وإبعادهم إلى مناطق أخرى لأسباب اقتصادية اجتماعية، لأسباب مادية، ينزحون إلى مناطق أخرى. يعني حقيقة هم خلوهم في موقف مزري. الموصل حينما يتكلم كلمة واحدة نعرف هذا، يعني إحنا العراق، العراقيين الموجودين في كل العراق، حينما يتكلم المصلاوي بكلمة واحدة نعرف هذا من الموصل. نعم. كيف يقدر هذا يعيش من الموصل، يقدر يعيش في المناطق وسط أو جنوب العراق؟ نعم العراق كله للعراقيين، بس الموصل مترعرعين بهذه متأصلين بهذه المنطقة، هم يضغطون على الموصل، على شعب الموصل، على أهالي الموصل من النزوح من المنطقة. وهذا ينسحب أيضا على عدم إعادة الأعمار أو إعادة الأعمار البطيئة أستاذ ضياء. نعم نعم نعم، عدم إعادة الأعمار، وهذا متقصد.
لا فيها مدارس، لا بها مستشفيات، لا بها طرق، لا بها شوارع، لا فيها أي شيء يعني ممكن أن يصلح لسكن البشر. مع الأسف هذه الحكومة متقصدة ومتعمدة بالإجراءات هذه اللي تعملها. هذه الحكومات المتعاقبة اللي أجت كلها تأتي وتنتقم من هذه المنطقة. هذه المنطقة لها عرق عربي أصيل، لها منابع أصيلة من التراث والتاريخ لا يمكن أن ينسى أي عراقي. يعني شكرا. منطقة المنارة الحبداء هي اللي صاير في الساحل الأيمن من الموصل، هي المنطقة المتضررة 100%، وهناك تبدأ الحضارة. شكرا لك أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.